السلام عليكم. نبدأ إن شاء الله الحصة ديالنا. دونك من بعد ما شفنا سيكوا سيستم انفورماتيك، قلنا كونستيتي دو بارتي ماتيريال لوجيسيال. دونك نشوفوا دابا البارتي ماتيريال. دونك بارتي ماتيريال ناخدو سيكوا لورديناتور. ان اورديناتور ايت اون ماشين الكترونيك كي تريت لي انفورماسيون دو فاصون اوتوماتيك. دونك هو واحد الاله كتخدم بالضوء، الدور ديالها شنو هو؟ معالجه المعلومه بطريقه اليه. مزيان. Donc il y a différents types d'ordinateurs, qui est ordinateur de travail, tablette PC, tablette, smartphone, ordinateur portable, liseuse, TV connecté. Donc je vais vous faire un c'est un ordinateur, tel la comme d'actérie, définition. Voilà une schéma générale d'un ordinateur. Donc pour construire un ordinateur, on base de ce schéma-là. Il y a quatre composants, périphériques d'entrée, unité centrale, périphérique de sortie. Il y a quatre composants, périphériques d'entrée, unité centrale, périphérique de sortie et mémoire ou périphérique de stockage. Donc, le principe, l'information. Quand on a dit l'information d'entrée, traitement, information de sortie. Donc, l'information d'entrée, je trouve le traitement là, c'est l'agisa. L'agisa, moi, le périphérique d'entrée. كاين اكزومبل كلافيي سوري ميكروفون ها من بعد داك التريتمون تريتمون اوتوماتيك كي اسيغي اش هاد وحده المعالجه يونيتي سنترال من بعد هذيك المعالجه كتخرج ريزولطا فواحد البيريفيريك دو سورتي جهاز اللي كيخرج معلومه منهم مونيتور اللي هي الشاشه امبريمود ولا اوبارلور مكبر الصوت مزيان مثال بحال المكالمه ديال التليفون اول حاجه باش تتواصل مع واحد الشخص خاصك تدخل معلومه انطلاقا من الكلافي التاكتيل اللي كتكون في التليفون ولا داك لي بوطون دونك كتدخل لي زانفورماسيون من بعد ملي كتشد الخط كتبدا تستعمل الميكروفون اللي في التليفون ها كتبدا تصيفط ليه لي زانفورماسيون السلام كي داير هادي كدوز واحد التريتمون ما كنشوفوهاش حنايا ومن بعد داك الريزلت كتبان لينا انطلاقا من واحد مكبر الصوت او بارلور او لا ممكن تبان في مونيتور في هذيك الشاشه تاع التليفون الا كان دير ابل فيديو دونك كاميرا خا يمكن ليا نزيدها هنا في بيريفيريك دونتري صافي واحد البرينسيپ اخر وهو الميموار بيريفيريك دو ستوكاج علاش ميموار دونك ميموار بحالو بحال ملي كتبريبوزي شي كيسيون ها دابا بحال سولتك شي سؤال ما كنتيش عارف الجواب قلت يا استاذ ما عرفتش كنشرح لك الكيسيون من بعد ملي سولتك يمكن لك تجاوب دونك هنا كتستعمل واحد الجزء في العقل ديالك اللي هو الذاكره دونك هاد الذاكره تاع لونتي سونترال هاد الاورديناتور عنده واحد الذاكره دونك هذيك لي زانفورماسيون كيبقاو غاردين فيه ملي سي بور لي كاينين كاين ديسك دور ديسكات سي دي روم دي في دي ولا كلو اس بي مزيان دو كيسيون اون فو فير لو مونتاج دان اورديناتور كيل سون لي بيريفيريك برينسيبو دان اورديناتور شنو الاجهزه الاساسيه باش نكون هاد الاورديناتور ثاني سؤال Comment connecter les différents périphériques dans notre ordinateur? Qui va charbat هذوك الأجهزة مع هذا الحاسوب هذا. Donc on va بهذا les composants اللي كاينين. هاد لي كومبوزون كاينين deux catégories. كاين interne le boîtier داخل الصندوق وكاينين externe الصندوق خارج الصندوق. دونك حنا نشوفو داخل الصندوق بحال حلينا داك الصندوق لونيتي سونترال وحدة المعالجة نشوفو واش كيكون وسط منها أول حاجة واللي مهمة هي هاد اللوحة هادي هادي كتسمى اللوحة الأم كارت مير لوبجيكتيف ديالها بحال لوبجيكتيف ديال الأم في الدار دونك هي اللي كتجمع العائلة دونك تا هاد كارت مير هي اللي كتجمع دوك لي كومبوزو كاملين اللي غادي نشوف ها اللي داخل وخارج للبواتي لونيتي سونترال دونك تاني أهم كومبوزون هو هذا انت لي مصايب الشركه انتيل كاين لي زوتر فابريكو كوردو ديو هذا هذا كيتسمى ميكرو بروسيسور هذا هو اللي كيدير المعالجه كاين عندي واحد ميموار كتسمى الرام هذه ميموار فيف الذاكره الحيه بالونغلي راندوم اكسس ميموري دوك لو رول ديالها شنو هو هي كتخدم ما حيت كاين الكورو ما حيت كاين الضوء ما حيت كاين الضوء راه كتبقى غاردي داك لي زانفورماسيون غير كتحي الضوء كتخوى ما كتبقاش غاردي لي زانفورماس بحال كتفقد الذاكره هلا دي مرتها كتعاود ازيرو دونك هذا ديسك دور هذا العكس ديالها دونك هذه كتسمى ذاكره ميته ميموار مور لو رول ديالها شنو كتغاردي بيرمانون او مون بيرمانون لي زانفورماس دونك هنا البرينسيپ شنو ملي كنديماري البيسي اش كيوقع لي زانفورماس كيكون عندي في هذا لوجيس في هذا السيبور دو ستوكاج اللي هو ديسك دور كي تهز هذاك لي زانفورماسيون بواحد البيس واحد الكانال
كيدوز كيمشي لهاد الميموار هادي اللي خدامه. من بعد كتعطي الدلة المعالجة، الدلة المعالجة، وكترجع لهاد الميموار هادي الذاكرة الحية. مزيان. دوك ملي كنبيض في البيسي، ملي كندير البروسيدور نورمال ديال اغيتي ديال لونيتي سونترال، اش كيوقع؟ دوك لي زانفورماسيون اللي كاين في هاد ميموار فيف كيرجعوا في هذاك البيوس ويمشوا لهاد الديسك دور ويتستوكاو فيها. دوك مرة اخرى لو بغيت نخدم كيتهزوا هنا. فهمتوا البرانسيب؟ هذا هو البرانسيب ديالو. مزيان. دابا ندوزو لي كارت ديكستونسيون. هاد لي كارت ديكستونسيون لو رول ديالهم كاملين هو شي حاجة ناقصك في البيسي، شي رول باغي ديرو وما كاينش عندك، ما توفرش في البيسي، يمكن لك تزيدو من خلال الكارت ديكستونسيون. منها بحالاش بحال بغيتي تكونكتي عندك تلفاز بلازما، يمكن لك تجيب كارت ديكستونسيون اتش دي ام اي، بغيتي تخدم الواي فاي في البيسي دو اورديناتور دو ترافاي، يمكن لك دير كارت ريزو، كارت ديكستونسيون سون فيل، واي فاي. بغيتي تخدم هذاك التلفازه اللي فيها التروا هذوك ثلاثه السلوكه الحمر والبيض والصفر، يمكن لك تجيب واحد اكستونسيون كتسمى كارت اكستونسيون تي في ايتترا. دونك ابري سا كاين هذيك كارت جرافيك، عفوا كاين كارت جرافيك، هذه كتعلق بكل ما هو صوره بلي زيماج، يعني كاليتي ديال ليماج، بحال الناس اللي يديروا ديزاين ولا اللي كيديروا لي جو. فوالا سي دي، هذا سي دي ليكتور، سي دي دي في ولا دي في دي، وطبيعة الحال لاليمونطاسيون، هذا هو اللي كيأسوري الضو بالنسبة لهاد لاكارت هذا و تو لي كومبوزون في هاد لورديناتور. دونك هادو كاملين لومبلاسمون ديالهم ملي كتجمع هادو كاملين كيعطوك هادوك البواتي. فوالا هادي كارت ميغ اون رياليتي، هادو كاملين ملي كتجمعو لانترن ديال هاد البواتي كنلقاو هاد لي كومبوزون. مزيان. دابا نشوفو ليكستيرن ديالهم. دونك في ليكستيرن كيكون هاد لي بور هادو. اول حاجه كنلقى هاد البور هذا، كيف كتلاحظ بان الكولور فيغ هنا فيغ هنا، دونك هذا كيتسمى سيميتريك، نفس الحاجه اللي كاين هنا، الحاجه اللي كاين هنا كاين هنا، ارجواني هاد الباراليل بور باراليل كيتسمى هذا. احنا مثلا نشوفو كل حاجه اش كدير. مزيان. هادو كادو لومبلاسمون ديالهم. مزيان. دابا نشوفو بحال دابا هذا اللي كان هنا كيتسمى فيجيا اللي كان مسرق، ها هذا لو رول ديالو كيتبرونشا فيه اش الشاشه مونيتور، هذا اللي هنا كيتبرونشا فيه كلافي، هذا السوري كيتسمى هاد البور اللي بجوج لي شتو ديال السوري كلافي القديم بي اس 2. كاين هذا الباراليل بور باراليل ديال الامبريموند، هادو كابل جاك ديال او بارلور ولا ميكروفون او لا بجوج ممكن يتعتبروا اش كاسك. فوالا هذا ديال الشبكه ار جي 45 يمكن لك تربطه مع بي سي اخر، هذا اليو اس بي، كلي يو اس بي، سكانر، كاميرا ولا الايباد. دوك هادو كاملين كيعطوك لي كومبوزون اللي كيكونوا اكسترن ديال لورديناتور. دوك فوالا لو برينسيپ ديال الكونيكتيفيتي بو كونيكتي.